عموما للمزيد تنضم إلي فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية لدى أكويتي. أهلا وسهلا بك فرح. لنبدأ ببيانات التضخم المرتقبة يعني الأمريكية طبعا المرتقبة والتوقعات، وأيضا ما إذا كانت هناك بيانات أخرى مرتقبة لبقية هذا الأسبوع وما تأثيرها على الأسواق. هلا النظرة اللي نحن عم نشوفها بالأسواق، التسعير الحالي كان قبل أن نكون عم نشوف يمكن العنوان الرئيسي مثل الشهر الماضي، ولكن التضخم الرئيسي اللي نحن بنكون عم نستبعد عنه قطاع المأكولات، قطاع الطاقة اللي فيها شوي فولاتيليتي أكثر من غيرها، قد يكون تراجع تقريبا ب 0.1%. بس بدنا نتذكر امبارح كان في عنا الـ PPI التضخم في الإنتاج دون التوقعات في كل العناوين، واليوم كمان يعني من بلدان عديدة كنا عم نشوف PPI مثل CPI من المملكة كمان المتحدة جاء دون التوقعات، ف مفاجأة إيجابية، تراجع في التضخم منه مستبعد. ومشان هيك اليوم عم نشوف قبل حتى هالبيانات عم نشوف الذهب عم يرتد، الأصول كمان في الأسواق الأسهم عم ترتفع لأنها عم نسعر احتمال مفاجأة إيجابية وتراجع في بيانات التضخم. إذا جاءت أعلى من التوقعات هون قد نرى يمكن تحركات أعنف، ولكن كمان أظن بأن كلها قصيرة الأجل لأنه منستبعد أن تكون لحالة كافية من أن تغير منظور أن الفدرالي رح يتوجه لتقليص أسعار الفائدة في سبتمبر، وهذا لا يزال التسعير الرئيسي في الأسواق. يعني تعتقدي أنه ما هي البيانات الإيجابية يعني التي فعلا ينتظرها الفيدرالي لتحديد قراره بشأن الخفض؟ لا يزال عم يحكينا كمان التضخم هو العامل الرئيسي، على الرغم من شفنا بيانات شوي كانت ضعيفة كمان في قطاع العمل، رجعنا شفنا لا بيانات نوعا ما جيدة، ولكن أو على القليلة لا تزال يعني قوية نوعا ما، ولكن لا يزال الفدرالي عم يحكي أنا هلأ بدي أشوف تراجع في التضخم قبل ما أكون عم بهتم بأي أمر آخر. شوف تراجع حتى في النمو، احتمال ركود بسيط ليس أخطر للاقتصاد أكثر من تضخم مستمر، فمشان هيك عم نشوف هالاستمرار كان بالسياسة المتشددة. فأظن طبعا CPI يتراجع بشكل كتير كبير، علامة رئيسية وفارقة رح تكون. يعني هناك فرح تخوف لابد، يعني لازال موجود جولدمان ساكس يتخوف من حدوث ركود في الأسواق المالية الأمريكية. صح. هلا إذا بدنا نحكي من بعض الإشارات المالية، إذا بدنا نحكي عن قطاع السندات، عم كان عم يعطينا إذا بدي أقول لك إياها بطريقة شوي كمان سريعة، لمدة سنتين كان في نحن عوائد السندات كانت منقلبة، العوائد على فترة زمنية أقصر أعلى من الفترة الزمنية، يعني السنتين أعلى من العشر سنين، معناتها تخوف المستثمرين أنه أنا من هلأ لسنتين يكون في عندي ركود احتمال مرتفع جدا، لدرجة عم عوضهم كمان بعوائد أعلى بكتير أو أعلى من العشر سنين. رجعنا هلأ قريبا جدا، رجعنا شفناه عاد إلى طبيعته، وهذه تكون عادة إشارات أنه بدأنا أو قريبا جدا رح ندخل في الركود. فهذه الإشارات تقريبا بتخلي البعض يتوقع أنه حدوث في ركود. خصوصي البيانات كمان كنا عم نحكي عن البطالة اللي ارتفعت فجأة، الاستهلاك اللي اليوم نهار الجمعة في عنا بيانات كمان الاستهلاك في الولايات المتحدة قد تعطينا صورة أوضح، ولكن المخاوف فعلا رئيسية. مشان كنا عم نسمع أصوات أنه ألم يحن وقت لتقليص الفائدة. صحيح. يبدو أصدى أيضا فرح أنه الذهب يعني ما يعني في حالة ترقب، في حالة انتظار، يعني يتحرك بهدوء. فما هي توقعات بعد صدور بيانات الأخيرة هذا الأسبوع؟ هلا فعلا هو عم يتحرك بهدوء، بس لازم نتذكر عم يتحرك بهدوء في مستويات مرتفعه جدا، قرابه مقاومه مهمه جدا، يعني احنا يمكن 0.5% اذا بنعلى بنصير عند المستويات التاريخيه 2500 منا بعيده، وجعنا هيدي المستويات اللي احنا عم نتداول عليها بالوقت الحالي، المقاومه اللي عم نقرب ونعملها ريتستنج 3 مرات عملنا لها، هي اشاره نوعا ما ايجابيه. اذا اليوم CPI اجى دون التوقعات، دعم الذهب ورجعنا اختبرنا وكسرنا عليه، طبعا هيدي اشاره ايجابيه للذهب. واظن انه في حال استمرت البيانات الاقل ايجابيه شوي من التوقعات، من نتذكر اذا كانت كتير سلبيه بالعكس تعمل سيل اوف في الاسواق، تدعم شوي الكاش على الفتره الزمنيه القصيره، ولكن دون التوقعات بشكل بسيط قد يدعم الذهب ليرجع يكسر هالمقاومه اللي موقف عليها امبارح واليوم. طيب اخيرا في قطاع النفط، يعني يعني يتاثر بعوامل اخرى طبعا، ف أين هو الآن من تلك العوامل وما التوقعات أيضا للمستويات التي سيصلها؟ إذا بدنا نشوف العديد من المنتجين، أوبك كمان كانت عم تصرح توقعاتها كانت توقعات النصف الأول من العام جاءت كمان أقل، توقعات مستقبلية خصوصا من الصين عم تكون أقل، فكل هذه طبعا إشارات بتدل أنه تراجع الطلب على النفط هو سيناريو الحالة الرئيسية وتراجع الأسعار. الدعم الرئيسي عم بيكون بسبب المخاوف الجيوسياسية.
الأسواق تسعر أي أمر ما بيحد أو بيحد من ارتفاع وتيرة هالتوترات الجيوسياسية قد يحد من ارتفاع النفط. طبعا لازم نكون عم نشوف التوتر بيقود يمكن بلدان أخرى إلى أو تأثير على سلاسل التوريد قد يدعم أسعار النفط، ولكن من ناحية الطلب يبقى ضعيف. فرح مراد، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.